السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتابعي عزيز ديالنا، نتمنى تكونوا بخير على خير. كيف العادة جينا وجبنا في الدين الملاح. هذه المرة من نواحي بن رشيد، ثلاثة البقرات، هولشتاين، الجموع الأول، كنظن غالبا هذه الولدة الرابعة إن شاء الله، دارين بالبلجيكي، يعني كلهم دارين بالبلجيكي، عندهم ما بين 7 شهور و 16 شهر ديال الدرار اللي بغاهم. مرحبا، نحط لكم الرقم دي مولاهم في العنوان وتواصلوا معاه. بالنسبة للثمن، طالب 2 المليون الوحدة، يعني 6 المليون في ثلاثة البقرات اللي دارين بالبلجيكي، وإن شاء الله الثمن يكون قابل للتفاوض برضا الطرفين. هادشي اللي كاين. ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالنا باش ديما يوصلكم الجديد، واللي باغي يبيع شي سلعة يتواصل معنا وكنحطوها له، وما كيكون غير خير إن شاء الله. خليكم إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.